دائما بسم الله نبدأ. أنت معنا في مقرر تنظيم حاسبات 2، ما زلنا في الباب الأول من هذا المقرر وهو بعنوان Central Processing Unit، وندعوك إلى الدرس التالي. Chapter 1 Lecture 24 Program Interrupt أو اعتراض البرامج. هذا الدرس فيه سنعرف ماذا نقصد بالبروغرام انتربت، ما هو المقصود باعتراض البرنامج، وما هي أنواع الاعتراض المختلفة types of interrupts التي يمكن أن يواجهها الحاسب أثناء عمله. نبدأ بالموضوع الأول، فنقول أن البروغرام انتربت is used to handle problems that arise out of normal program sequence. اعتراض البرامج يستخدم للتعامل مع المشاكل التي تنتج خارج السير الطبيعي للبرنامج. ماذا تفعل البروغرام انتربت؟ It transfers the program control to another service program as a result of an external or internal request. يكون الحاسب مستمر في تنفيذ برنامج رئيسي أو main program، وفجأة يطرأ طلب سواء كان داخلي أو خارجي لعمل شيء محدد. إذا وجد مثل هذا الطلب فإن البروغرام كنترول يوجه سير البرنامج إلى برنامج خدمة يسمى سيرفيس بروغرام. لماذا؟ حتى يقوم هذا البرنامج بالتعامل مع الطلب الحاصل سواء كان داخلي أو خارجي. برنامج الخدمة هذا يشوف إيش المطلوب ويتعامل معه وفقاً للمطلوب، وبعد الانتهاء من التعامل مع المطلوب يحتاج الحاسب أن يعود مرة أخرى إلى البرنامج الرئيسي المين بروغرام. طيب كيف يعود من السيرفيس بروغرام إلى المين بروغرام؟ لابد أن تكون آخر تعليمة في السيرفيس بروغرام هي تعليمة ريتيرن، تماما مثل ما كانت هذه هي الحالة في حديثنا عن السبروتين. إذن the last instruction in the service program is the return from interrupt instruction. في هذه الحالة نسميها return from interrupt، كنا نسميها سابقا في حالة السبروتين return from subroutine instruction، الآن نسميها Return from Interrupt Instruction، وهي آخر تعليمة موجودة في Service Program، وهي التي تسبب العودة إلى Main Program ومتابعته كما كان. هنالك أنواع من الانتربتس، هي أنواع خارجية External، أنواع داخلية Internal، وأنواع برامجية Software. سننظر في تفاصيلها على التوالي. نبدأ بالإكسترنال انتربس أو الاعتراض لأسباب خارجية. إكسترنال انتربس come from input output devices من أجهزة الإدخال والإخراج للحاسب مثل البرينترز والكيبوردز، وأيضا تأتي من التايمينج devices الأجهزة المسؤولة عن التوقيت في الحاسب، وأيضا تأتي من الـ Power Supply Monitoring Devices من أجهزة مراقبة الطاقة للحاسب أو مصادر الطاقة. أمثلة تسبب الـ External Interrupts Example which cause External Interrupts هي Input Output Device Requesting Transfer of Data مثل طلب طباعة مثلا، فالبرينتر يطلب نقل بيانات لطباعتها، هذا يسبب
اعتراض للسير البرنامج الرئيسي أو input device finish transfer of data. حتى البرينتر نفسه بعد أن يطلب الطباعة ويستجاب له بواسطة السيرفيس بروجرام وينتهي من الطباعة أيضا يعترض مرة أخرى ليخبر أنه انتهى من عملية الطباعة، إنه finish transfer of data. المثال الثالث الباور فيلر، مثل أن يخلص الشاحن لللابتوب أو للحاسب مثلا، أو أن تنقطع الكهرباء فينقطع التيار الكهربائي الذي كان يغذي الحاسب. هذه أمثلة للباور فيلر، أيضا تسبب external interrupt. أما الانترنال interrupts فهذه مسببات داخلية تنشأ أثناء تنفيذ البرنامج المين أو الرئيس. Internal interrupts come from illegal or erroneous use of an instruction or data. إما استخدام غير مسموح به للتعليمات أو البيانات illegal، أو استخدام خاطئ للتعليمات أو البيانات erroneous use. هذه الـ internal interrupts لها اسم آخر تسمى traps أو المصايد. trap يعني مصيدة، تسمى مصيدة لأن الحاسب يقع فيها أثناء تنفيذه للبرنامج الرئيس، فكأنها مصيدة بالنسبة له. examples which cause internal interrupts، أمثلة لمسببات الاعتراض الداخلي مثل register overflow. الoverflow قلنا هو زيادة البيتس عن العدد الذي يستطيع استيعابه السجل. إذا حصل register overflow يقوم البرنامج بعمل اعتراض لإخبار الحاسب بأن هنالك overflow قد حصل. المثال الثاني attempt to divide by zero. في أي سطر من سطور البرنامج إذا أردت أن تقسم على زيرو خطأ أو بدون أن تنتبه، فإن الحاسب لا يقبل القسم على زيرو ويسجل اعتراضا بأن هنالك محاولة للقسم على صفر. هذا الاعتراض ناتج من داخل البرنامج، لذا هو internal interrupt. المثال الثالث invalid operation code. المفروض الحاسب يتعامل مع كودز معروفة ومفهومة بالنسبة له، فعن طريق الخطأ يقوم الحاسب بالمرور بكود لا يستطيع أن يفهم، ليس موجود ضمن جداول الكودز التي يتعامل معها. هنا يحصل أيضا internal interrupt. النوع الثالث من أنواع الانتربت وهو الانتربت البرامجي بسبب software interrupt. Software interrupt is a special call instruction. هو نوع من أنواع الكول، يذكرنا بالسبروتين. That behaves as an interrupt rather than a subroutine. هو كول لكنه لا يذهب بنا إلى مجموعة خاصة من التعليمات كما كان الحال في حالة السبروتين، ولكن يذهب بنا إلى سلوك يشبه سلوك الاعتراض. لذلك هو اعتراض ولكنه برامجي بسبب software. هذا الاعتراض is commonly associated with a supervisor call instruction. مثال لهذا software interrupt مثل supervisor call الذي يستخدم بواسطة الحاسب للتحويل بين اليوزر مود وتحويلات اليوزر مودز المختلفة administrator أو guest أو خلاف. إذن software interrupt دائما متعلق بالسوبرفايزر كول انستركشنز التي تحول بتوين اليوزر مودز المختلفة،
وبذلك انتهينا من النوع الثالث من أنواع الانتربت وهو السوفتوير انتربت. إذن نلخص أنواع الانتربت الثلاث، إما خارجية external أو داخلية internal أو برامجية software. وإلى الدرس القادم.